بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشعر بفتور وفوات بعض الصلوات ونوم عن بعضها مع شعور بالندم والحزن، فبماذا تنصحني وكيف أوفق فيما بقي من الشهر؟ أثابكم الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا مرحومين لا محرومين. أخي في الله، الضعف في الطاعة والزهد في الخير والعبادة مرض في القلوب ونسيان لعظمة الله علام الغيوب. فلا يضعف في طاعة الله إلا من عظمت غفلته أو أصيب بالفتنة. فالله الله تدارك نفسك حتى تفوز برحمة الله. أسعد الناس في الدنيا من فتح الله في وجهه أبواب الخير فيسره لليسرى وسهل له الذكر والهدى. وأشقى الناس من عرف الخير فتركه وعرف البر فأعرض عنه. الله الله، حينما مد الله في عمرك حتى بلغت رمضان وحرم غيرك فاخترمتهم المنايا وأعطاك الصحة والعافية وأعطاك الفراغ وأعطاك وأعطاك مما لا يحصي فضله فيه عليك إلا هو سبحانه وتعالى. فإن حمدت نعمة الله وشكرت فضله وأتممت ذلك بالعمل وصدقته بالعمل كنت من الفائزين. أخي في الله، إنها النفس الأمارة بالسوء، إنه الهوى الذي يضعف به العبد عن طاعة ربه جل وعلا. فاستفق من غفلتك وانتبه من منامك وتدارك ما بقي من عمرك. إن الله إذا أعطى العبد النعمة فشكرها بالقول والعمل والاعتقاد زاده فيها من فضله وبلغه خيرا منها فيما بقي من عمره. وأما إذا غفل مع الغافلين ولها مع اللاهين وأعرض مع المعرضين فلا يزال تنخرم منه الطاعات بعضها تلو بعض حتى ينتهي والعياذ بالله إلى أسوأ الأحوال. نعوذ بالله العظيم من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة. وقد تسأل: ما السبيل لكبح جماح هذه النفس عن هواها؟ ولا أعلم أمرا أعظم من الالتجاء إلى الله. وليكن لسان حالك ومقالك أن تضرع إلى ربك فتقول: اللهم لا تجعلني شقيا ولا تجعلني محروما. وسأل ربك أن يجعلك في هذا الشهر من أسبق العباد إليه وأقربهم وأدناهم منه، وأن يوفقك للسباق الطاعات والمسارعة في الخيرات والباقيات الصالحات. ثم خذ بالأسباب التي تنبهك من منامك وتوقظك من غفلتك، ومن أعظمها أن تعلم أنه ستمر عليك مثل هذه الساعة ومثل هذه اللحظة وأنت ضجيع اللحد والبلاء مرهونا بين يدي الله جل وعلا، تتمنى أن هذه الأيام والليالي قد قضيت في طاعته واستنفذت في محبته، وعندها تندم ولا تحين ساعة مندمي. أخي في الله، لا يعلم العبد متى يأتيه أجله ومتى ينقضي عمره، وأنت في موسم فتح الله عليك أبواب رحمته ودعاك داعي الله إلى مغفرته ومرضاته وجنته، دعاك داعيه إلى الفلاح والخير والصلاح، دعاك داعيه إلى موائد الرحمن من تلاوة القرآن والإنابة إلى الرحمن بالتسبيح والتقديس
وصلاة التراويح وغير ذلك من الطاعات والباقيات الصالحات. دعاك ربك ليرحمك وهو غني عنك، ودعاك ربك ليتفضل عليك، فالله الله أن تعرض عن الله وهو يدعوك إلى رحمته. وازجر نفسك إذا كانت ساهية لاهية بالوعيد وسطوة الجبار المجيد، ذكرها عظمة الله وقدرة الله عليك حتى تقبل على الله بصدق وجد، وتعلم أنه لا مفر من الله إلا إلى الله. أخي في الله، لو تعلم كم من مريض على فراشه يتمنى عافية الله التي تنعم بها، لو تعلم كم من مشغول في رزقه وطلب عيشه يتمنى ما أنت فيه من الفراغ، لو تعلم ما تفضل به عليك الأعز الأكرم لصرت إلى الله حثيثا، ولا أقبلت على الله عز وجل مجدا. أي فتور يأتي الإنسان وهو في شهر القرآن؟ أي فتور يأتي الإنسان وهذه الموائد للرحمن، هذه الموائد التي في ليله وفي نهاره وفي صبحه وفي مسائه كلها تقربه إلى الله وتشحذ همته إلى الله، حتى إن الله صفد الشياطين في هذا الشهر ليجد المجدون وليثابر المخلصون